طفل مختف منذ نحو عامين في واقعة اختطاف مرعبة، يقف وراءها 12 شخصا بينهم امرأة. ما هي القصة؟ تابع ببساطة لتعرف أكثر. نهاية ديسمبر من العام 2021 نفذت عصابة عملية اختطاف للطفل عبد الله محسن العصري في مديرية سباح بيافع، ومنذ ذلك الحين فقد أثر الطفل الذي لم يكمل حينها 14 سنة. تلقى والده المغترب في السعودية مكالمة صادمة عن اختفاء طفله، ومنذ عودته إلى اليمن لم يجد شيئاً رغم اعتراف معظم الخاطفين بارتكاب الجريمة. لم تتوصل التحقيقات إلى موقع الطفل منذ تاريخ العملية، بل لشهادة متداولة عن انتفاء وجود أسباب دافعة للاختطاف. واكتفت السلطات بسجن 9 من المتهمين في عدن، بينما لا يزال 3 آخرون في حكم الفارين من العدالة. يقول والد الطفل إن أوراق القضية بيد القضاء، ولا تزال جلسات المحكمة والاستماع للأقوال سارية، لكنها أشهر صعبة تعيشها الأسرة منذ أن فقدت أثر طفلها في واقعة لا يزال مصيرها غامضاً.